بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن الـ APIs. الـ API اللي كانت متبقية معانا اللي هي متعلقة بالـ Customer Creation والـ Fixed Asset. طيب هنبتدي الأول بالشيء اللي هو أصعب اللي هو الـ Customer Creation. هنكريت Customer و Customer Site. الحقيقة في الـ Customer عشان تكريت Customer في 5 حاجات بتعملهم، يعني دول بكتير، يعني ممكن يكون تعمل اقل. لو مثلا على سبيل المثال يعني هنبص كده على الترتيب، يعني بتكريت كاستمر اكاونت، بتكريت لوكيشن. اللوكيشن طبعا لو اللوكيشن موجود اوريدي فمش بتحتاج ان انت تكريت لوكيشن. بتكريت بارتي سايت، بتكريت كاستمر اكاونت سايت، بتكريت اكاونت سايت يوز. هنبتدي يعني ناخد الخطوات واحدة واحدة، وهنمسك نشوف الـ APIs بتاعتها وهنتكلم عنها بشيء من التفصيل. نفتح الأول السكريبت اللي هو بتاع أول خطوة اللي هو create customer account. مهم جدا يا جماعة تعمل initialize للسيشن تجنبا لأي مشاكل ممكن تحصل. فأنا هنا طبعا عشان المثال ده هيكون على الفيجن، فأنا جبت الداتا دي من البروفايلز. ده اليوزر اي دي جايبه من البروفايل اوبشن، هو يوزر اي دي اللي على الفيجن، ودي الريسبونسابيلتي اسمها اللي هي الريسيفابلز فيجن اوبريشنز، والريسبونسابيلتي ابلكيشن اي دي اللي هو 222، وده اللي هو الابلكيشن اي دي اللي هو بتاع الريسيفابلز ابلكيشن. هنا انا حاطط قيم استاتيك، فممكن مثلا نحط مثلا الاسم، مثلا it is for anything، اي حاجه يعني. ده اسم اللي هو ليه الكاستمر اكاونت، وده اسم الاورجنايزيشن نفسها اللي هي بتاعت الايه الاكاونت. ودول يعني في مجموعه قيم ثابته، يعني هو ده بتتجاب، يعني الفاليوز دي موجوده. لو انت عايز تغير يعني وتشوف معناها بالظبط ان ديتيل، بتبص على لوك اب تايب اسمه اتش زد كريتد باي موديولز. ممكن نجيبها حتى دلوقتي ونشوف لو احنا عايزين نبص عليها. ثواني هجيبها من التيبل دايركت عشان لو في اي حاجه. ايا كان مش هتفرق معاك كديفلوبر هي متكريته منين، بس هو حتى بيقول لك الايه الكاستمر ده متكريت من انهي موديول تقريبا. يعني لو جينا نبص هنا في الفاليو مثلا اللي هي اتش زد سي بي يو 1، تريدنج كوميونيتي اركتكشر كومن بارتي، ما اعرفش. المهم يعني الخلاصه ان انت لازم تحط سورس، يعني ده متكريت منين. في طبعا اتش ار ام اس اي بي اي،
لو انت عايز تكريت ال تقول ان هو كريتها ال HR، كريتها عن طريق ال HR. ما علينا يعني، خلاصة. وهنا ال API اللي هي HZ Cast Account V2 Pub. احنا قلنا قبل كده ان اي باكج بتنتهي بكلمه pub يعني معناها ان هي public for public use. لو حاجه اوراكل عاملاها والاختصار بتاعها او اخرها PVT يعني معناها ان هي private، يعني دي اوراكل بتستخدمها من جوه، ما تعرفش انت تستخدمها من ايه، من عندك يعني، او يعني مش دي يعني. مثلا ممكن يكون في حاجه بتبقى قبليها مثلا لازم تتعمل قبل ما تناديها. المهم ان الخلاصه ان دي برايفت فور اوراكل اللي هي بي في تي، اللي بتنتهي بايه، بي في تي. وهنا ببتدي اقول البتاع بكل بساطه، دي الخطوه الاولى، دي الخطوه الاولى. عرفت نسميها كده مثلا، عرفت الكاستمر اكونت نيم والاورجانيزيشن اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الكاستمر. وهم رن ونشوف، ولو حصل اكسبشن طبعا ايه، احنا عاملين الكلام ده ومطلعين دي بي ام اس اوتبوت بوت لاين عشان نطلع الكاستمر اكونت اي دي بتاع اللي اتكريت ولا لا، اتكريت ولا لا. لو مفيش طبعا هيبقى فاضي، والاكونت نمبر والبارتي اي دي والاكس بارتي نمبر، شويه اللي هي الايه الحاجات التانية دي عشان هنستخدمها في الخطوات التانية. يبقى نكريت ونسمي اللاعب. بسم الله، لحظة ناخد الايديات دي بالظبط عشان ايه، 1618 50 5 5 9 اللي هي بتاعت الـ Receivables Responsibility و 3 2 ونتوكل على الله وندوس نشوف هيطلع لنا ايه في الـ DBMS Output. شفت الاوت بتطلع ايه، دي البيانات اللي هي موجوده. طبعا احنا مهم جدا يا جماعه هنسيب بس دي الاول، سيبها بس في الأول. طيب كده أنا كريت كاستمر، كده أنا كريت كاستمر ببساطة أو كاستمر أكاونت ببساطة. طيب ممكن نبص عليها ونشوف الحاجات التانية، الخطوات التانية دي كلها عشان أكريت سايت، أو السايت والبيانات، الكاستمر سايت والبيانات اللي هي متعلقة بيه. يعني مثلا في عندي كاستمر سايت، السايت ده له لوكيشن، تمام. لازم لازم مثلا اعمله البارتي والكاستمر اكونت سايت
دول الخطوتين دول يعني ده عشان الداتا نفسها بتاعت الكاستمر مش بتبقى الكاستمر سايت مش بتبقى موجوده في تيبل واحد، بيبقى في داتا موجوده في اتش ار في اتش زد بارتيز، و التيبل اللي هو بتاع الكاستمر سايت نفسه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي كرييت اكونت سايت يوز، دي بحدد الكاستمر سايت ده هستخدمه في ايه، يعني بيلت لوكيشن ولا شيبت لوكيشن ولا بوث. طيب بس نرجع الاول للحته دي، في داتا بس عايز يعني الفت نظركم ليها او اوتبوت داتا اللي هي ريتيرن ستاتس والمسج كاونت، دول اوت بارامترز مهمين جدا جدا جدا. كون ان في ان هو لو الريتيرن ستيتس باس يعني اختصار سكسس، يبقى اذا الدنيا مظبوطه. وطبعا الانديكيتور الاساسي ان هو طالما طلع اي دي كاست اكونت اي دي يبقى معناه ان في خلاص اتكريت وده الاي دي بتاعه، بس يعني ايه وان ده مثلا النمبر بتاعه بس. بس احنا بنتكلم عموما انت عايز تعالجها ككود، هو الريتيرن ستيتس ده بيبقى انديكيتور ان هو يعني ان العمليه تمت بنجاح. لو اي فاليو ثانيه يبقى مش ريتيرن ستيتس. مسج كاونت يعني بمعنى اصح انت زي كانه بيرمي الداتا في تيبل اللي هي الايرور مسجز في تيبل، وده الكاونت بتاع الداتا دي. طيب التيبل بتاع المسج داتا اللي هو موجود في الايه في الاوت بارامتر الجميل ده. طيب لو حصلت المفروض الداتا لودنج مثلا، انت بتعمل داتا لودنج او انتجريشن بترفع الداتا بتاعت الكاستمرز عندك في الابس، فهتشيك هتقول له اللي هو الريتيرن ستيتس اللي يساوي اس، وهتلوب جوه التيبل اللي هو اكس مسج داتا. هتلوب بايه؟ انت عندك اللي هو الايه من واحد لحد ايه الكاونت، بس هنا عشان سكسس بتقول له ايه زيرو. بس الصح لو انت عايز تعمل الكود بتاعك بشكل مظبوط هتقول له كده، هتقول له اف ريتيرن ستيتس لا يساوي اس then وتقفل الانت، فتقول له مثلا فور اي ان واحد لحد مين معلش يا جماعه الدنيا مهنجه شويه. لان الفيجن موجود على الجهاز والجهاز شويه عايز هنعدل شويه في الفيتشرز بتاعته. بتقول له هنا لحد كاونت اند لوب، وهتيجي هنا تقول له مثلا هنعرف مثلا فاريبل بيحتوي على اللي هو المسج داتا او الايرور مسج مثلا اللي هو ايه الريزلت مثلا var مثلا اللي مثلا ايه الريزلت ماشيين بالستاندرد كودينج يعني. وبعد كده هتروح قايله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ريزلت لوس اللي هو ايه؟ اكس مسج داتا اوف اي وبعد كده بعد ما نخلص خالص تقول له مثلا ايه دي بي ام اس اوتبوت دوت بوت لاين تمام. يبقى احنا كده جبناها من الاوتبوت هنا، وطبعا احنا عاملين اللي هو الاكسبشن سيكشن ده لان ممكن البتاع ما تضربش اكسبشن بس يطلع لك مثلا اللي هو في الاكس مسج داتا تيبل يبقى فيه حاجات او ان هو يفيل ان هو يكريتها لاسباب ممكن تكون متعلقه بالسيت اب او لغيره يعني مثلا ممكن نجرب البتاع بس هنعرف واحد جديد بنزيد 0 ونخليها واحد مثلا و نبتدي نرنها تاني بسم الله. ايه معلش يا جماعه في بس كونفليكت، انا قلت لكم معلومه مش مظبوطه متعلقه بالاكس مسج داتا، وانت بس اتلخبطت ما بينها وما بين حاجه اسمها اكس مسج ليست، ودي موجوده في اللي هو الـ في الايتم اي بي اي، ان انا ممكن وهنا بيهولد الداتا يعني في الايتم بيهولدها في تيبل، الايرور مسج بيهولدها في تيبل، لكن ده فارتشر 2 فاريبل عادي خالص بس يبقى مش محتاجين كل الايه مش محتاجين الفور لوب في الموضوع ده خالص، ونبتدي نجرب الدنيا دلوقتي وهتقول له ايه كده successfully مش احنا بس عاملين الكود ده بس مجرد ان هو بس لمجرد ان احنا بن ايه بنخد الكود بتاعنا ان هو يمنع مشاكل. ليه بقى؟ لان مثلا القصه انك مش بترفع او مش بتستخدم الاي بي اي بالشكل المجرد او المباشر اللي انا بستخدمه في المثال دلوقتي، لا ده انت بتروح جاي اخر يعني مثلا بتستخدم الاي بي اي دي في انتجريشن، نفترض انت في عندك مثلا كاستم سي ار ام مثلا سيستم وعايز تنقل الداتا بتاعت الكاستمر من السيستم ده للاي بزنس سويت، فبتروح عامل ايه؟ بتروح مثلا رامي الدنيا في انترفيس تيبل وبعدين بتبتدي ترن عليه الفاليديشن كود كاستم فاليديشن كود انت عامله، وبعد كده المفروض ان انت بت ايه يعني لازم اي ايرور ممكن يحصل او اي اكسبشن ممكن يحصل تكون مهندله. فده السبب في ان انا مثلا حاطط اللوجيك ده او السطر ده عشان انت لما هتيجي ترن نفترض لاي سبب من الاسباب السيستم بتاعك مثلا رمى داتا ناقصه او داتا ما تنفعش بتتعارض مع السيت اب بتاعك، فهتضرب اكسبشن او يا اما تضرب اكسبشن يا اما تطلع لك ان يقول لك ان ريتيرن ستيتس لا تساوي سكسس، وبالتالي محتاج تعرف الرساله بتاعت الابلكيشن او الاي بزنس سويت ايه اللي حصل في رفع البيانات دي. يبقى احنا كده كريتنا كاستمر، ندخل ونشوف
الكاستمر ده عشان نتأكد ان هو حطينا بيانات كاستمر. تاخد اسمه بالظبط عشان نسيرش عليه ATS for anything. احنا المفروض دلوقتي احنا كريتنا اتنين اللي هو 0001. هندخل على الريسيفابلز فيجن اوبريشنز ار اي. اظبط شويه معلش. فتح نبتدي نشوف الكاستمرز. وهنسيرش على التو كاستمرز اللي احنا كريتناهم. بس الخطوة دي هو خلاص احنا متأكدين ان هي اتعملت، بس احنا عايزين ايه نتأكد ونشوف. يعني احنا طالما هو طلع اي دي يبقى كده الدنيا تمام، فعايزين نشوفهم على الابلكيشن. بس محدش يقول انت عملتها وتقول ان هي كويسة وشغالة، لا احنا تشوفها على الابلكيشن عشان تبقى انت يعني كده ايه جبت البتاع من كل الابواب. يعني شفتها وتأكدت ان انت عندك كراجل ديفلوبر ان انت شفتها في ال دي بي ام اس اوتبوت، طلعت لك ان هو في كاستمر اي دي ان اتكريت بالكاستمر اي دي الفلاني. يا الله فتحت، يبقى هنسيرش بالنيم فور اني ثينك ونشوف السيرش ونسمي الله بسم الله. طيب سؤال كده بس على ما الشاشة تفتح نطرحه للإيه؟ للنقشة. لو الشباب لاحظوا إن هنا بستخدم أيديهات، يعني مثلا يعني ممكن أستخدم أيديز فيما بعد. يعني ممكن مثلا وأنا بكريت لما حاجة كريت مثلا سايت كاستمر سايت وكاستمر سايت يوسج، هستخدم الايديهات اللي هو البارتي اي دي والكاستمر اي دي والحاجات دي كلها. ما بس يعني اللي بيحصل فعليا ان انت بيكون عندك الداتا بتبقى جايه لك باسماء، والاي بي ايز بتتعامل مع اي ديز،
فبتقوم انت بتعمل ايه كراجل ديفلوبر في الكاستم كود بتاعك؟ بتروح جاي بالايديهات بمعلوميه النيمز. لازم تكتب كاستم لوجيك تعمل فيه حاجتين، تجيب مثلا الايديهات اللي انت محتاجها عندك في الاي بي اي، بتجهز الدنيا الاول لاستخدام الاي بي اي بتاعتك. الحته الثانيه ان انت بتحط الفاليديشن لوجيك بتاعك، انك تحاول ان انت اي حاجه ميسنج او اي فاليديشن في مشاكل، لا خلي الكود بتاعك يكاتشو، ما تخليش الابلكيشن هو اللي يكاتشو، لان الابلكيشن لو كاتشو هتجيبه منين؟ لكن انت لو انت اللي ماسكه هتعرف انت تهندله، لكن الابلكيشن لو عمل له كاتشنج بس انت مجرد ان هو ايه مثلا حطه في مسج زي الاكس مسج داتا مثلا في الفاريبل ده، فانت برضو عشان تتريس الدنيا لازم تعمل برضو كاستم لوج تيبل. وفي الكاستم لوج تيبل ده بتحط فيه زي لوج مسجز كده، بتقدر تحدد بالظبط المراحل اللي ماشي فيها الكود بتاعك. يعني نفترض انك عايز ترفع مثلا ايه بيانات كاستمر بالسايتس بتاعته باليوسجز بتاعته بكل حاجه، والمفروض ان الكلام ده كله في نفس الكود. فبتيجي في الفاليديشن، هتعمل فاليديشن مثلا، تشوف تعمل فاليديشن مثلا على الكاستمر، تروح رامي لوج ريكورد في التيبل ده، بتقول بتاع ده مثلا ان الكاستمر انسيرشن مثلا او كاستمر داتا انتري. بعد كده الخطوه الثانيه عملت اللي هو الكاست اللوكيشن، فبتروح مسجل ريكورد تاني اللي هو مثلا ايه كرييتنج لوكيشن، وبتحدد مثلا الاستاتس بتاعتها سكسس ولا فيل، ولو فيل بتحدد ايه المشكله اللي ظهرت بالظبط، وهكذا. فمهم جدا موضوع اللوك تيبل ده كحته تريكي ان انت ايه تاخد بالك منها. هنا نشوف اهو اي تي اس فور اني ثينج 00، اي تي اس فور اني ثينج 01. طيب يبقى احنا كده كريتنا كاستمر بنجاح. طيب انت عندك، وده طبعا الايه الكاستمر اكونت، لان احنا قلنا انت بتكريت الكاستمر في جزئيتين، الجزئيه الاولانيه اللي هو الكاستمر اكونت والاورجنايزيشن نفسها بتاعت الكاستمر، ده في الاي بي اي الواحده دي. طيب يبقى انا كده كريت كاستمر. طب انا برفع البيانات، انا مش برفع كاستمر بس، لان انا بتعامل فعليا مع الكاستمر سايت مش مع الكاستمر. طيب نخش بقى في الايه الخطوه اللي هي الثانيه اللي هي كريت لوكيشن. انا دلوقتي عايز اكريت كاستمر سايت، لازم احدد الكاستمر سايت ده موجود فين. دي يعني لو في عندك لوكيشن اوكي، مفيش لوكيشن بتكريت انت اللوكيشن، تمام، بيبقى موجود في اللي هو تيبل اسمه اتش ار لوكيشنز. نجيب كده البتاع كده ده اوريدي متكريت، يعني هنحص بس كده عشان ايه وبعدين تقول له مثلا ادرس 1 ادرس لاين 1، بتقول له ايه ايه مش متكيف معاه. ماشي مش متكلم، طب كويس مش وحش. ده بتحط بياناتك عادي خالص، والسكريبت ده موجود، ممكن نديه لو حد عايزه، يعني ممكن ابعته له بس يكتب على الشانل بس
انه عايزه ان ما كانش يعرف ينقله من الفيديو، انا ابعته له كسكريبت ما فيش مشكله خالص. طيب ده اللوكيشن، بحط البيانات بتاعت اللوكيشن اللي هي الكونتري، طبعا بكتب اللي هو الايه التريتري كود بتاع الكونتري نفسها، يعني مصر اللي هي اي جي، المملكه السعوديه اس اي، يعني هتشوفوها في التيبل بتاع التريتوريز اف ان دي تريتوريز. بكتب السيتي وبكتب البوستال كود وبكتب مثلا اللي هو الستيت، ونفس الكلام اللي هو الكريتد باي موديول اللي احنا اتكلمنا عليها في الايه. بعد كده بكريت اللوكيشن، برضو بحط هنا الايه الحته الفاليديشن كود بتاعي اللي هو ده، ونفس اللي ده هعمله بس كوبي وخلاص. تمام، ونرن ونشوف، بس نمسح اللوج ده الاول. لا فاضي، ماشي نبتدي نرن. بسم الله، ضرب لي ايرور، اه ما عرفتش الفاريبل الجميل ده. طبعا الكوبي والبيست بيحل مشاكل جامده جدا، نفس الوقت بيعلمنا الكسل. ونبتدي نرن. بسم الله، ونبتدي نشوف طلع لنا ايه في الاوتبوت. طلع اللوكيشن الجميل ده، نسيف اللوكيشن بس عشان طيب نجيبه تاني، هنجيبه من هنا من اللوكيشنز اهو. هو في بالظبط يا جماعه، اه ده فيو اوبجكت، ممكن يكون متطبع عليه سكيورتي ولا حاجه. معلش يا جماعه انا وقفت الفيديو لانه في حصل بس كونفليكت عندي برضو. انت بتجيب البتاع من التيبل اللي اسمه اتش زد لوكيشنز مش اتش ار لوكيشنز. لو فتحناه هنبص تلاقي ان هو موجود وتكرر، لان هو كان موجود قبل كده، فهو واضح ان هو مش بيرفض ال مش بيرفض ان هو يدخل داتا متكرره يعني، بس بيدي لهم اي ديز مختلفه. فمهم جدا برضو ان احنا ناخد بالنا من الحكايه دي عشان برضو ما نحطش داتا كتير في التيبل. لو بصينا على الاي بي اي اللي هي اتش زد لوكيشن في 2 باب كرييت لوكيشن، أو البارامتر تي ده يعني ترو ولا فولس، يعني تي دي اختصار ترو أو فولس، وده اللوكيشن ريكورد اللي المفروض هيدخل. في الاي بي ايز بتاعت اوراكل من الشائع جدا استخدام اللي هي بارامترز بتبتدي باكس، بتبتدي اكس دي يعني معناها ان هي اوت بارامتر، وريتيرن ستيتس والمسج كاونت والمسج داتا وال. يبقى احنا كده كريتنا اللوكيشن، هناخد اخر واحد اللي هو ايه ده الكود بتاعه اللي هو 26440. يبقى احنا كده عملنا الخطوه الثانيه، لو اللوكيشن موجود واحنا متاكدين ان هو موجود يبقى بنبتدي نعمل. طيب انت بالنسبه لك كديفلوبر هتعرف ازاي اذا كان موجود ولا مش موجود؟ يبقى هتعمل سيرش بالداتا اللي موجوده عندك، اللي هي الكرايتيريا اللي موجوده عندك، وتجيب اللوكيشن اي دي بناء عليه، او انك تروح مكاري الدايركت على طول وهو هيكريت لك ريكورد جديد بنفس الايه الحاجه. طيب الخطوه اللي بعد كده
اللي هي بتكريت البارتي سايت. وزي ما قلنا قبل كده ان ال ان كاستراكشر الاي بيزنس سويت مش بين الكاستمر الكاستمر سايتس مش بتبقى في تيبل واحد، ده في تيبل اسمه اتش زد بارتي سايتس وفي اللي هو الايه الكاستمر سايت. بس ايا كان انت لازم تمشي بالايه بالترتيب المنطقي ده عشان تعمل كاستمر سايت. يبقى اول خطوه في الكاستمر سايت بتكريت بتكريت لوكيشن، لو مش موجود، لو موجود بتتجاهل الخطوه دي. بعد كده بتكريت البارتي سايت، بعد كده بتعمل الكاستمر سايت اكونت، واخيرا بتروح عامل الخطوه اللي هي بتاعت بتعمل يوسج او بتحدد يوسج للايه الكاستمر سايت ده، اذا كان بيلتو بيلتو سايت ولا شيبتو سايت. بس طب لو انت عايز الاثنين يبقى انت هترن اللي هي الاي بي اي اللي بتخلي بتعمل يوسج للسايت ده، هترنها مرتين، بس مره شيب 2 ومره بيل 2. الخطوه الثانيه اللي هو البارتي سايت بتبتدي بقى تحدد اللي هو السايت، وبتستخدم اللي هي الاي دي هات اللي هي اللي موجوده معاك او اللي موجوده معاك من الخطوات السابقه. هناخدها كده يعني مثلا هنا الكاستمر اكونت والبارتي اي دي، هناخد مثلا البارتي اي دي ونحطها مكانها هنا، وبعدين اللوكيشن اي دي هناخد اللوكيشن اي دي اللي هو ده مثلا، طبعا الكلام ده انت هتعمله كودينج بس انا عامل بس للشرح بس عشان ايه نختصر في الوقت. وبعد كده هتكريت اللي هو الايه بعد كده تشوف اللي هو ايه هنا كريت بارت سايت، وقلنا التي دي اختصار ايه ترو او فولس، وطبعا نحط الكود اللي هو بتاعنا اللي هو هنا اللي هو الاساسي اللي هو بتاع الجميل ده. راح اخدين دي كده ومش هننسى اللي هو الريزلت اللي هو variable اللي احنا معرفينه فوق اللي هو ده. ونجرب ونشوف. ده مين اللي هو احنا عاملينه اللي هو ال واي تي اس فور اني ثينج اللي هو 0 0، عشان بس هنشوف الايه اللي احنا كريتناه في الايه في الحته دي. يبقى انا كريت دلوقتي ايه بارتي سايت، ناخد بس الايديات بتاعتهم ونسيبها في مكان بس مؤقتا. طبعا كل الكلام ده انت بتحطه في فاريبلز عندك في الكود بتاعك يعني. يبقى انا كده خلصت الايه البارت سايت. الخطوه اللي بعد كده احنا بنكريت ايه بقى الكاستمر اكونت سايت اللي هي بتستخدم فيها اللوكيشن والكاستمر اكونت اي دي اللي انا استخدمته في الاول والبارت سايت اي دي. الكاستمر اكونت اي دي اللي هو اللي احنا موجود هنا في اللوك في الاول اهو اللي هو ده، حتى انا كاتب كومنت فاليو فور كاستمر اكونت اي دي اللي هو اللي احنا عملناه في ستيب 1 اللي هو في السكريبت نمبر 1. البارت سايت اي دي اللي هو موجود هنا اللي احنا جبناه هنا اللي هو ده،
وخلاص على كده. وبنبتدي ايه برضه نفس الكلام، هنحط الايه الكود بتاعنا اللي هو الخطوة دي. طبعا زي ما قلنا لو في مشاكل هنحطها ايه، هنحطها في لوك تيبل. يعني مثلا دي المفروض نحط هنا بدل دي بي ام اس او اوت بوت لاين، بنحطها مثلا في لوك تيبل عشان نتريس الشغل بتاعنا اذا كان حصل في حاجه او ان في ايرور حصل اثناء الداتا لودنج ولا لا. وبعد كده بنقول له الريزلت، ونبتدي نرن بتاع الجميل ده ونشوف كده. يبقى انا كريت كاستمر اكونت سايت، بس لسه ما حددتش اليوسج بتاعه او اليوز بتاعه. يعني ايه ما حددتش اليوز بتاعه؟ يعني ما اقدرش استخدمه في ترانزاكشنز، سواء في شيبنج ترانزاكشنز او في بيلينج ترانزاكشنز، اللي هو بيل تو سايت وايه وشيب تو سايت. احنا بس بسايب البتاع دي عشان ايه اخد الايديات. وطبعا قلنا ليه بالشكل ده. نفس الكلام بالنسبه لي الجزئيه الاخيره اللي هي الخطوه الاخيره بقى، ان انا بحدد يوز للكاستمر اكونت. هنا بقى في اليوز بقى هنقول ايه، في عندك حاجه اسمها سايت يوز كود. سايت يوز كود دي لوكب لها تو فاليوز، ايه تو فاليوز؟ يا شيب تو يا بيل تو، اللي هو السايت يوز كود. طيب فانا بالتالي انا مثلا حاطط هنا شيب تو، يبقى اقول له ان انت تقدر تعمل شيبنج على الكاستمر سايد ده، ودي الاي بي اي بتاعتها. طيب طب عايز تقول له انه بيل تو، نفس الكلام. طب انت عايز الاثنين، يبقى تروح سيادتك اخد الكود ده وعامله مرتين، بس مره شيب تو ومره بيل تو. هاخده وحطه مثلا ايه الاثنين اهم عشان تبقى الدنيا ايه قدام حضراتكم. يبقى انا هاخدها دي قبلها بالظبط، قبل ما استخدم التانية اروح اعمل كده ونقول له بلتو. يبقى مرة شيبتو ومرة بلتو. هنا طبعا كاستمر اكونت سايت اي دي احنا عايزين نجيبه. انا ايه باخد الاي دي بتاعه، وبعدين بروح ان انا احطه هنا ونجرب. طيب احنا حطينا الفاليديشن كود بتاعنا، ما حطيناهوش. الستيب دي مهمة جدا، هو طبعا عشان ايه الدنيا مظبطه فالدنيا ماشيه حلاوه هنا، بس المفروض ان هي تتحط. وطبعا يعني المفترض ان اللي هيستمع الفيديو يكون ديفلوبرز اصلا،
فبالتالي الكلام مش غريب عليهم، بس هو الغرض بس من الفيديو ان هم يشوفوا الموضوع بيطلع داتا ويشوفوا انا ماشي بانهم خطوات يعني. لكن الموضوع بالاساس ما هوش يعني صعب يعني. هاكود بي ال سيكوال عادي خالص، ونبتدي نرن ونشوف الاوتبوت هنا عمل ايه. طلع داتا وده الايه الكاستمر يوزر. طيب تعالوا بقى نشوف البيانات اللي احنا كريتناها على الكاستمر اللي هو اي تي اس فور انيثينج 00، نشوفها على الابلكيشن. انا فتح دلوقتي او ربنا هدا وشغال بسرعة شوية. نبتدي نشوف 00 ده وده الادريس بتاعه، ونبتدي نشوف الديت اهو. ندخل عليه ونشوفه انجتيل. واضح واضح ان هو زعل لما انا قلت ان هو بقى يشتغل بسرعه، بس هيشتغل ان شاء الله يعني. التيبلز اللي هي المهمه طبعا، لما يفتح التيبلز اللي هي المهمه اللي هي الستاندرد تيبلز بتاعت الكاستمرز والكاستمر سايت اللي هي بيانات الكاستمر. اللي هو ار اي كاستمرز، في عندك اتش زد بارتز، دول بيحتوى على بيانات الكاستمرز الاثنين التو تيبلز دول، وفي اللي هو اتش زد ار اي لما يفتح بس اهو فتح الحمد لله. مفيش كاستمر اكونت سايتس، لا كاستمر اكونت سايتس انا ما اتذكر برضو. هشوفها لكم دلوقتي بس نشوف الداتا بس اهي. تعال ندخل مثلا ده السايت اهو، في الجزء اللي هو بتاع السايت ده السايت، نشوف الديتيلز بتاعت السايت. المفروض ان هيبقى فيه تو يوز اللي هو البيل 2 والشيب 2. دي البيانات بتاعت السايت. هبتدي بقى نشوف اللي هو الايه فين اليوز كاستمر اكونت يوز بص في بزنس بروسس اللي هي المفروض اللي هو الكاستمر اكونت يوز اللي هي ايه بيل 2 وشيب 2 تمام. وبكده يبقى احنا رفعنا
بيانات الكاستمر بنجاح. طيب في هنا اتش زد بارتي سايتس، تمام، ايا كان اللي هو التيبل التاني بتاعي مش عارف ليه مش يعني مش فاكر. ممكن تجيبوها بقى يا جماعة بالإيه؟ أنا معلش هو الفيديو ارتجالي شوية بس أنا عامله إيه؟ يعني ممكن تجيبوها بقى من الشاشة نفسها، ممكن تجيبوها من الشاشة من نفسها، اللي هو من الفيو اوبجكت اللي مبني عليه مثلا البيج دي. بس هو كده احنا خلصنا اللي هي ازاي نكريت لوكيشنز، لان كاريت كاستم عرفنا دلوقتي ازاي نكريت الكاستمر بالسايت بتاعه. ماشي، وفي النهايه يعني هيبقى في فيديو تاني متعلق بازاي نرفع بيانات الاسيتس. السلام عليكم ورحمه الله.